أحبة المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في ملعب آليانز ستاديوم، حيث ستقام مباراة اليوم في ظل هذه الأجواء المميزة والفريدة. من كابينة التعليق معكم فارس عواض. مباراة مرتقبة ومتعة منتظرة في مباراة ضمن منافسات ديفيجن رايفلز. لدينا اليوم فريق يونيون في مواجهة فاوندرز. الإثارة حاضرة هنا كالعادة، الأجواء مثالية لكرة القدم، كل شيء معد لمشاهدة مباراة كبيرة. عمل رائع يا الله، حارس المرمى بيوقفها في لقطة خيالية، ضربة رأسية لا تشكل أي تهديد على المرمى. تشتيت الكرة من قبل أليساندرو نيستا، مجهود طيب في الاحتفاظ بالكرة. تصويبة من ليفاندوفسكي، والآن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. بينية في مكان سليم، مرتدة كانت خطيرة وقفها الدفاع. ضغط عالي متقدم وواضح تأثيره. جون ستونز يشارك اليوم لأول مرة مع ناديه الجديد، عليه أن يكون حذرا من ارتكاب أي أخطاء. الأخطاء هي العدو الأول لأي مدافع، ظهورك الأول لا يجب أن تقع فيه في هذه الأخطاء. من المهم أن تلعب بمبدأ الأمام، تحاول أن تقنع هذه الجماهير بوجودك وبتقديم الإضافة المنتظرة. روبرت بيريز، أوباميانغ، ديونغ، والتسديدة والكرة تصل إلى الحارس. ركنية إلى داخل المنطقة، ضربة ركنية يبعدها حارس المرمى. أوباميانغ، حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. الحلول أمامه في الهجوم، هذه كرة هدف. ممتاز حارس المرمى، تألق وثبات وروح وإصرار، والكرة فيها إمكانيات كبيرة. ضربة ركنية ترسل إلى وسط منطقة الجزاء، ضغط ممتاز، استعادة للكرة ضمن الثلث الهجومي. روبرت ليفاندوفسكي، يا رب يا سلام يا ليفا، الله على كرة مهارية على الطاير، يضعها بشكل رائع في المرمى، هدف يسجل الآن. تدخل دفاعي قوي وابتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. كريزمان بيعدي فيها بشكل ممتاز، فرصة من جديد لكرة التعادل، والكرة في المرمى بدون أي مشاكل، يضع الكرة بدون مضايقات، الكرة في المرمى. هافرت، ليفاندوفسكي، هذه كرة الأفضلية. حسابات غير دقيقة في ركن الكرة تجعلها تخرج في هذا الشكل وبتروح بعيدة عن المرمى، وضعية الجسد وطريقة ركن الكرة تصنع الفارق بالتأكيد. في الوقت المناسب يتدخل ويقطع الكرة. يجب تسريع الهجوم المرتد الآن. ضاعت المحاولة، ضاعت الكرة المرتدة، ومعها أصبح الاستحواذ للطرف الآخر. أوباميانغ، كرة تعود مع يونيون، تدخل خاطئ قد يحصل على بطاقة. شو اللي ممكن تسويه حكمة المباراة في هذا التوقيت؟ تدخل وإبعاد اللقطة. غريزمان بيلعب لمسة رائعة. مستحيل، الكرة في المرمى، ثنائية اليوم في رصيده حتى اللحظة. من الممكن أن يسجل الهاتريك، لا يمكن إيقافه بالتأكيد. تصل الكرة لمكاليلي،
بتضيع الكرة على جريزمان لصالح المنافس. الآن نشاهد هجمة واحدة من جانب فريق فاوندرز. عرضية في وسط منطقة الجزاء، لكن العرضية بتصل مباشرة إلى حارس المرمى بدون أي مشاكل. إشارة استمرار اللعب وإتاحة الفرصة. يتدخل هنا ويقطع الطريق. أي رؤية، أي دقة. الحارس يبعد الكرة. أي تصدي وأي روعة من كورتوا. هكذا يكون الحارس في حماية العرين، وهكذا يكون التألق للحفاظ على أمال الفريق في العودة. واضح أنه سيكون هناك اختبار جديد لحراسة المرمى هنا. ممتاز كورتوا، تصدي استثنائي. فرصة كانت خطيرة جدا. تلعب في عمق ال 18. ملعوبة إلى أبو صلاح. ركنية أخرى. كرة بتتشتت من خط الدفاع. الحارس في مكان جيد وينجح في إيقاف هذه الكرة. نجح في استعادة الكرة. تدخل وإبعاد الخطورة. هنا مع مارتينيلي. يا رب تصدي غير عادي. الفاز مجنون. الله على الكرة. رأسية تفتقد للتوجيه، وفي النهاية بتعدي بجوار القائم. مهم جدا يكون التركيز في اتجاه الرأس عند ضرب الكرة. دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع. ووكر. والآن تنطلق صفرة نهاية الشوط الأول من ملعب إليانز ستاديوم. الشوط الثاني ينطلق الآن، ونذكر حضراتكم بأن فريق فاوندرز متأخر في النتيجة. والآن مع أداما تراوري.
يرسل الكرة في الخلف بشكل جميل. كرة مع كلود ماكاليلي، وصلت إلى بيريز ليفاندوفسكي. صلابة دفاعية خلص الكرة. روبرت ليفاندوفسكي، الله على هذا التصدي، إيقاف لخطورة الكرة هنا ومنع استقبال هدف آخر. ركنية بتلعب، مثال رائع في التألق والتصدي للضربة الركنية. محمد صلاح، يونيون بيهدر هذه اللقطة. روبرت بيريز، كرة قد تكون خطيرة مع أوباميانغ في هذه اللحظات. وينجح فاونترس في استعادة الكرة. الحلول أمامه في الهجوم، الحارس يحمي مرماه ويمسك بهذه اللقطة. أليساندرو نيستا، تصل عند هافرتس، تدخل ناجح لاستعادة الكرة. الله على الضغط العالي، فرصة لتهديد المرمى. والتدخل ممتاز، ضربة ركنية إذن في هذه اللحظات. ضربة رأسية غير متقنة، بعيدة جدا عن المرمى. كلود ماكاليلي، إتاحة الفرصة في هذه الكرة. ليفاندوفسكي، صافرة والتسلل موجود في هذه الحالة. أوباميانغ، توقيت ممتاز في التدخل، إبعاد الخطورة في هذه اللحظات. مدافع في توقيت مثالي بيقطع الكرة. كرة مع كلود ماكاليلي. أوباميانغ، فرصة الهدف. الله، كرة في العارضة. مستحيل هذا الحظ في الكرة الأخيرة. الفريق يبحث عن التعادل، يحاول بكل قوة، في النهاية تأتي العارضة وتقف في الطريق. بعد أن تدخلت العارضة وانقذت الفريق من الهدف، الآن المهم هو الحفاظ على الكرة وتهدئة اللعب. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. بيعدي وبيمر بالكرة، هدف يأتي. الآن يتسع الفارق إلى هدفين، أفضلية مستحقة بالتأكيد. المدرب سيدفع بلاعب بديل في الدقائق المقبلة. بيركامب، كرة بتروح للمنافس. أوزيبيو، اعتراض ناجح في توقيت مثالي. الآن نشاهد هجمة واحدة من جانب فريق فاوندرز. هاري كين، مستحيل، كرة في المرمى.
تؤيد الأمل وتحيي الأمال وتشعل المباراة من جديد. شوف الأنظار على حكمة المباراة في هذا اللقاء. تمريرة صلاح مقطوعة. هافرت ألم مع ليفاندوفسكي. وقت متأخر في المباراة وهذه الفرصة قد تكون بداية هدف التعادل القاتل. هاري كين. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. أوهو، كرة التعادل لم تنتهي بعد، خدعت الجميع، ظهروا في اللحظات الأخيرة، استقرت في المرمى. يا رب على هذا الجنون. نلعب الآن في الدقائق السبع الأخيرة. مباراة مشاهدينا، شوف تناقل الكرة، ثقة كبيرة، انظر إلى هدف الفوز الذي قد يأتي في اللحظات الأخيرة. تدخل ناجح على الكرة، منوبة إلى أبو صلاح، عرضية بتتخلص لكن ما زال الضغط. هاري كين، ممكن فرصة من خلال كرة مرتدة. يتدخل ويستعيدها في هذه اللحظات. الوقت بدل الضايع المحتسب دقيقتين فقط. ضغط جيد واستعادة للكرة. فهل مستحيلة، حققوها، عادوا من بعيد، لم يرفعوا المنديل، لم يستسلموا، قاتلوا حتى العودة، قاتلوا حتى الاحتفال. الله على هذه الروح. نهاية المباراة والمستضيف يخسر اليوم على ملعبه وبين جمهور. واضح بأن الفريق ما كان في أفضل حالاته، كان في معاناة في لقطات كثيرة وخسارة يجب أن يتم دراستها حتى أحبة المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في ملعب آليانز ستاديوم، حيث ستقام مباراة اليوم في ظل هذه الأجواء المميزة والفريدة. كالعادة سأكون معكم من كابينة التعليق، واليوم نحن على موعد مع مباراة سكواد باتلز، والكل دخل الآن في جو المباراة، الكل يحبس أنفاسه والكل ينتظر المتعة المرتقبة. مباراة نتطلع إليها بكل تأكيد هنا، ونحن نتحدث عن واجهة فريق الأسبوع، والطبع مباراة مثل هذه تجعل إثارة الحاضرة، ونتمنى أن يكون فيها ندية ومتعة، ولا نأمل أن نشاهد مباراة فيها مبالغة في الحدث،
أو الخوف مما سيحدث. نريد الاستمتاع بهذه المباراة. نشاهد فرصة في هذه اللحظات. بيلعب لكرة باتجاه المرمى والتصدي، وما زال اللعب متواصل. هنا يظهر الحارس ويتصدى. ضربة ركنية ترسل إلى وسط منطقة الجزاء. يتألق الحارس ويتصدى. ضغط كبير يأتي مع تشجيع حماسي من المدرجات، واللي ترى بأن فريقه بحاجة لها في هذه اللحظات. كرة مقطوعة، محاولة بتتخلص بشكل ممتاز. برافو في اللقطة. مساحة موجودة على الأطراف، لكن تنتهي خطورة الهجمة خلاص. مهلوبة إلى أبو صلاح. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. أوهو، هدف الافتتاح. التقدم يأتي، الشباك تتحرك. باتجاه المرمى، هل ينجح التصدي في انهاء الخطوره؟ كره بتعود ليد حارس المرمى، سهله لكن قام بتصدي في نفس الهجمه بشكل ممتاز على المرمى. تدخل ناجح في قطع الكره في هذه اللحظات. انطلاقه هجوميه، خيارات متعدده في الثلث الامامي. راميريز، راحه كبيره في التصدي هنا. مارتينلي، تحدي في هذه اللحظات بالنسبة لحكمة المباراة وقرارها. حسابات غير دقيقة في ركن الكرة تجعلها تخرج في هذا الشكل وبتروح بعيدة عن المرمى. وضعية الجسد وطريقة ركن الكرة تصنع الفارق بالتأكيد. فشل في الحفاظ على الكرة. مارتينيلي، الكرة في المرمى. هدف لتأكيد التفوق وزيادة الفارق إلى هدفين. ينطلق بالكرة، يتقدم فيها. رمي التماس. صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. أوندر، تدخل ناجح في استعادة الكرة. كريزمان، أوندير. أصحاب الأرض يتقدمون بكل أريحية مع اقتراب الشوط الأول من نهاية. أداء رائع. هذه الكرة خطيرة على المرمى. مستحيل. هدف جديد الآن. الله على الروعة، على الأداء، على فارق يتسع بقوة الهجوم. إذن دقيقة واحدة مشاهدين محتسبة كوقت بديل. والآن تعلن الصافرة عن نهاية مجريات. عودة لأرض الملعب والشوط الثاني من المباراة. بعد الشوط أول شهد تقدما مريحا لمصلحة. بمر فيها بعديه.
لوتارو مارتينيز ينطلق بالكرة نحو المرمى، والتصدي المميز سلام من حارس المرمى. راميريز على تنفيذ الركنية، تصويبة افتقدت للقوة، وجدت طريقة إلى حارس المرمى. أمام مساحة في هذه اللحظات، تدخل رائع يلهي الخطورة الآن. الفريق الآخر يبعد الكرة، وصول الدعم من زملاء في هذا التوقيت. المدافع يبعد الكرة العرضية ويوقف الخطورة. لا توجد مساحة كافية أمام ديونغ. أوندا مساحة كبيرة هنا على طرف الملعب. يلعب لك كرة بينية، عمل ممتاز في قطع الكرة. الكرة بتعدي، يواجه فيها المرمى. أوه، الكرة في المرمى، الفارق يتسع لأربعة أهداف. أي أداء هجومي خيالي في هذه الليلة. فرانكي ديون. المباراة تدخل في آخر الساعة. يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. جينكيز أوندير يتقدم باتجاه المرمى. الكرة تحت سيطرتهم بعدما تمكنوا من افتكاكها والاستحواذ عليها. مرور ناجح بالكرة، لكن المساندة الدفاعية حاضرة في قطع هذه الكرة وإنهاء الخطورة. فرصة لهجوم مرتد في هذه اللحظات. بيعدي فيها، يتقدم فيها. مستحيل، مع كل هدف يسجل تشعر بأن هناك حاجة لتسجيل المزيد. متى سيتوقفون؟ أضاعوا الكرة. نلعب الآن في الدقائق الثمانية الأخيرة من عمر المباراة. ينجح في المرور في اللقطة الماضية. تصويبة كانت سهلة، حارس المرمى يتصدى. عمل ممتاز. يا رباه، مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم. تصويبة خرافية في المرمى من مسافة بعيدة. شاهد التسديدة المميزة التي جاءت من بعيد والتي أسفرت عن هدف رائع مرة من الجميع وحرك الشباك. تسديدة قوية جدا، صاروخية في المرمى. هدف في منتهى الجمال بتسديدة مباغتة من مسافة بعيدة تفاجئ الجميع وتهز الشباك. تدخل قوي هنا لاستعادة الكرة. كانت بينية في الطريق، لكن الكرة تقطع في الوقت المناسب بالتأكيد. غريزمان. الله على اعتراض التسديدة. فرصة أمام المرمى. يا سلام على حارس المرمى، على كرة. شوف ردة الفعل، شوف الرياكشن. مستحيل، ما هذا الذي حدث الآن؟ الله على تنطلق إلى الفقرة نهاية المباراة مشاهدينا، معلنة فوز أصحاب الأرض. مباراة كبيرة من اللاعبين تفوق.
أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. نلتقي اليوم في مباراة منتظرة، كما هو واضح والطقس جميل جدا وكل شيء يعد بمباراة كبيرة. هنا من كابينة التعليق تواجد معكم فارس عوض. على أمل بأن تلبي هذه المواجهة طموحات الجميع. لدينا اليوم فريق ريدرز ضد فريق يونيون، سعداء جدا. يضحى في المرمى، الله على التصدي من كورتوا. ركنية ملعوبة في 18، أشلي رمية تماس. هذه التشكيل الأساسية لفريق ريدرز في هذه المباراة. في المرمى يتواجد كورتوا، روبن دياس يلعب إلى جواري ماركيز في قلب الدفاع، ويتواجد في الأمام مهاجمين من أجل تشكيل خطورة أكبر على المرمى. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة، الكرة في المرمى، هدف مبكر يأتي ويفتتح شريط الأهداف. شابي ألونسو، باولو فوتري، تدخل هنا لاستعادة الكرة مرة أخرى. محاولة هجومية من يونيون في هذه اللحظات. العرضية أرسلت بشكل جميل لكن مرت بدون خطورة. حكيمي مضغوط عليه في هذه اللحظة. فولر، كرة بحوزة تشابي ألونسو، يتقدم للأمام. فرصة من جديد لكرة التعادل، تصدي هنا والكرة مستمرة، وهنا تأتي نهاية الفرصة ومعها تنتهي هذه الخطورة. مساحة على الطرف أمام محمد صلاح، لكن لا يستمر الهجوم. كان ممكن نشوف لعبة خطرة هنا. روبن نيفيز، وصلت إلى تورام، راحت إلى فولر. هنا يطالبونه بالتسديد، الجماهير لعبت دورها في هذه التسديدة، طالبته بالتسديد. الكرة ذهبت بعيدا ولم تشكل أي خطورة. التحرك الجيد يساعد في قطع الكرة. صافرة وخطأ، هل تكون هناك بطاقة؟ حكمت اللقاء، لاحظت الخطأ لكنها قررت إتاحة الفرصة، واعتراض غير عادي للتسديدة. لا، بيقطع الكرة وبيبعد الخطورة. روبن نيفيز، والآن عند فولر. لم يتمكنوا من الحفاظ على الكرة. أشرف حكيمي، لعب مستمر هنا مع الإقرار بوجود خطأ، لكن تعود الحكم الآن إلى احتساب هذا الخطأ. روبن نيفيز، والآن مع حكيمي. كرة تصل لنيفيز. بالأرقام يونيون أقل في نسبة الاستحواذ على الكرة اليوم، لكن الاستحواذ ليس كل شيء في كرة القدم. أحيانا تلجأ لترك الكرة لخصمك حتى يكون أمامك المساحات وفرص أكبر لتستغلها، وتعرف كيف تنتصر، وهذا ما يفعل الفريق هنا اليوم. تأتي الصافرة لتعلن عن نهاية الشوط الأول.
والآن نعود مع ركلة بداية الشوط الثاني. يونيون يبحث عن تعزيز بالتأكيد بعد تقدم الحالي. شابي ألونسو، كرة تصل إلى فولر، وصلت إلى فوتري، وصلت إلى تورام، كالصدي لم يبعد الخطورة بشكل كامل، وهذه المرة بتروح سهلة. في المرة الأولى كانت صعبة جدا، لكن تم تدارك الموقف. في رأيي الجماهير ستكون راضية عن هذا المستوى الجيد حتى الآن. سجل هدف مهم لفريقه، كان هدف التقدم في الشوط الأول، معنوياته مرتفعة الآن، سيحاول أن يضيف المزيد في الشوط الثاني. رودي فولر، رايدرز يتقدم للأمام، اعتراض للكرة في مكان ممتاز، هيرنانديز، كرة بينية فيها خطورة، نار بينية بتعدي، بينية بتمر، الله خالي يضع الكرة في الشباك. أوه على هذه اللقطة. روبن نيفيز، تحول هنا في الاستحواذ، وتخرج الكرة إلى رمي التماس. واضح بأن المدرب سيلجأ إلى دكة البدلاء في اللحظات القادمة. حرتية باتجاه صلاح، والحكمة تقرر إعطاء ركلة ركنية. تبعد الكرة بشكل ممتاز، حاول استدد الكرة الماضية لكن وضعيته ما كانت مثالية، وبالتالي الكرة بعيدة بدون أي خطورة. عشرين دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. الكرة لا تمر من أول مدافع، فرصة لهجمة مرتدة في هذه اللحظات. يجب مواجهة الهجوم المرتد. ممتاز كورتوا، تصدي استثنائي، فرصة كانت خطيرة جدا. ركنية بتلعب، كورتوا يتصدى واللعب مستمر الآن. هذه المرة سهلة في يد حارس المرمى، لكن ليست في كل مرة تكون بهذه السهولة. الحارس قام بعمل كبير في التصدي للكرة الماضية. الحكمة تحت الضغط لاتخاذ القرار الآن. ممتاز التجاوز والتخلص. أي هدف هذا، يحسم الأمور ويوسع الفارق في الدقائق الأخيرة ليؤكد على تفوقه. روبن نيفيز، تورام، تدخل ناجح لقطع الكرة. تصل إلى محمد صلاح، ست دقائق فقط على نهاية المباراة. نيمار، هنا مع عثمان ديمبلي، تتحول الآن إلى داخل الملعب في منطقة جزاء، يستعيد الكرة. أداما، يجب تسريع الهجوم المرتد الآن. تمريرة بينية، سلام، تصدي من كورتوا والخطورة مستمرة. والآن تأتي فقرة نهاية المباراة وفوز رائع، أداء كبير وفوز مقنع بنتيجة كبيرة، عمل رائع من الجميع داخل الفريق وفوز يدفعهم لمزيد من النتائج القوية.
you
نلتقي في ملعب أليانز ستاديوم، حيث الأجواء المثيرة والحماس والشغف في كرة القدم، كل شيء معد وجاهز لاستقبال هذه المباراة. وسعيد جدا بصحبتكم للتعليق على مجريات اللقاء، ونلتقي الآن من أجل مباراة سكواد باتلز، فريق يونيون ضد فريق بليدز. نتمنى بأن نشاهد مباراة تنافسية وندية حقيقية بين الفريقين في الملعب، لأن هذا ما ينتظره المتابع المحايد. الخطورة تتواصل، الله على استخلاف، الله على التصدي. يلعب لكرة الوسط 18، ممتاز الحرص في التصدي لهذه الكرة. حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. نستعرض في هذه اللحظات تشكيلة فريق يونيون. هيغولور، فرصة خطيرة هنا، جاء الهدف المبكر ليشعل الأجواء. بيلعب لبينية جميلة، محمد صلاح، يا إلهي هذه كانت هدف محقق، لكن حارس المرمى حرم منافسه من كرة خطيرة بتألقه، بمرونته، بسرعته، بردة فعل الخيالية من هذه المسافة. محمد صلاح على بعد هدف وحيد من أجل أن يصل إلى 50 هدف مع النادي. دائما ما تعودنا على التسجيل، واعتقد اليوم سيكون هناك حافز اكبر للتسجيل، والمتوقع التسجيل للوصول الى محطه الخمسين هدف. اكيد كانت النيه وضع الكره في الشباك، لكن في الواقع الكره بعيده عن الشباك. محاوله تنفيذ مثل هذه التسديدات يحتاج الى مهاره ودقه. حكمت اللقاء تعود الى اللعبه السابقه وتشير بطاقه صفراء. كره تعود بعد تدخل جميل ليونيل ميسي. تمريرة حاسمة، وصلت الكرة بشكل سليم إلى جريزمان. الله على هذا الهدف، هدف توسيع الفارق وتعزيز التقدم بفارق الهدفين. تابع الهدف مرة أخرى، واللي كان من هجوم مرتد سريع ثم انفراد في المرمى، وبالتالي لا يمكن إهدار مثل هذه الفرص في موقف واحد ضد واحد. رائع الهدف، إنهاء مثالي لهذه الكرة. نعود للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. يا سلام على التدخل القوي في استعادة الكرة. تعود
تتحول السيطرة للفريق الآخر. شوف التدخل، لكن الكرة بطول بعد ذلك وبتتحول إلى رمية تماس. أرقام الاستحواذ تصب في مصلحة فريق يونيون. يتحكم الفريق في الوسط، عمل كبير في استعادة الكرة بشكل سريع، تتكلم عن مجهود ممتاز من الفريق ككل، إشادة للمدرب على هذا الأداء اللي أعتقد إذا استمر عليه سيكون الفوز مضمون وبنتيجة كبيرة. لا جديد، محاولة هجومية أخرى في هذه الأثناء. افتكاك رائع للكرة وإيقاف هذه المحاولة. الحكمة تمنح إتاحة الفرصة هنا في هذه اللعبة. كرة بينية جميلة من كريسمان. الله، هذا كثير جدا، كثير جدا، هدف خيالي، هدف خرافي، هدف سينمائي، هدف عبقري. الآن يكتب اللاعب اسمه بين الهدافين ويسجل هدف رقم 50 في مسيرته. غريزمان، فرصة لإرسال كرة في الشباك. أوهو، الكرة في المرمى، الفارق يتسع لأربعة أهداف. أي أداء هجومي خيالي في هذه الليلة. تدخل ناجح لاستعادة الكرة. غريزمان، فرصة خطرة مع غريزمان. بلوك خيالي هنا. يلعب لكرة الوسط 18. محاولة بالرأس لكن غير متقنة بما فيه الكفاية للتذهب بجانب المرمى. قرار هنا من الحكمة باستمرار اللعب وإتاحة الفرصة، لكن يتوقف اللعب وركلة حرة بعد أن أتيحت الفرصة في البداية. تدخل ناجح في إبعاد العرضية. تدخل دفاعي قوي وابتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. إذن الصافرة تعلن نهاية. بعد شوط أول كارثي من جانب فريق إبليس، نعود مع الشوط الثاني، شوط يأمل فيه محبي الفريق أن يكون مختلفا عما كان في الشوط الأول. الجماهير تطالب بالتصويم والحارس يتصدى للكرة. يرفعها في وسط ال 18 وتبعد العرضية هنا. حلوة الكرة، حلوة اللقطة، الله على المهارة. شوف كيف لعبها، شوف التنفيذ، كانت قريبة في اللقطة الماضية. غريزمان يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. مستحيل هذا الهجم، كم أصبح العدد الآن؟ هجوم كاسح هنا في الملعب. أي أداء هجومي في هذا التوقيت. أنطوان غريزمان، كرة لغريزمان فيها خطورة. الله على التألق، شوف البراعة، شوف النجاح في التصدي. إبعاد ناجح للقطة. فوان سيبستيان فيرون،
إلى أخوان سيبستيان فيرور. حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. مساحة على الطرف أمام محمد صلاح. انضراب صريح جدا بيضيع، غريب جدا لعب الكرة ببطن القدم بهذا الشكل، ربما التوتر هو السبب هنا. قرار التبديل جاهز وحان وقت الاستعانة بالدكة. يصل للكرة ويبعدها في هذه اللقطة، فرصة واحد على واحد الآن. يا رب حيث كل شيء يمكن أن يحدث في لحظة واحدة، اكتمل الجمال. يا ممتع يا فنان، شوف اللعبة، شوف الكرة، يا سلام على التوقيت. هاتريك من الفرنسي غريزمان، هاتريك من العملاق. أي مهارة وأي إثارة وأي قدرة على هز الشباك. تغير الوضع بعد أن بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. تصويبة لم تكن بالقوة الكافية والحارس كان في الموعد بالتالي. كرة بتروح من جانب فريق يونيون. ربع ساعة على نهاية أحداث اللقاء. كاكا، ريكاردو كاكا، تدخل ممتاز من روي كين. ممتازة التمريرة هنا، كرة بينية في منتهى الجمال. أعتقد التوتر المصاحب للانفراد كان له تأثير على لعب الكرة بهذا الشكل وعلى ضياع هذه الفرصة. ليز يخسر الكرة. أوسيبيو بيلعب. أوهو، تصدي مجنون من حارس المرمى. واضح بأن قادم اللحظات قد نشاهد تغيير من جانب المدرب. أي شجاعة هنا في الاعتراف. كرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية. خمس دقائق تفصلنا عن صافرة نهاية المباراة. زين الدين زيدان، وصلت إلى مارتينلي وتبعدها أليكس سكوت في الوقت المناسب. جون ستونز بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. حكمة المباراة تضيف دقيقتين كوقت بدل ضايع. شوف المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء. جون ستونز مجهود مميز، والخطأ تحتسب حكمة المباراة هنا من مكان ممتاز. قد نشاهد خطورة على المرمى. زين الدين زيدان. صافرة نهاية المباراة وفوز يتحقق لمصلحة أصحاب الأرض. اليوم سجل غريزمان نفسه نجما أولا في هذا اللقاء بأداء كبير لا يقدمه إلا الكبار. تمكن من تسجيل هاتريك اليوم وأكيد راح يكون سعيد.